نشوفهم هنا، هذول اصلا ما عندهم مكان يسجلون بيه، وين يروحون المدارس يقولون احنا ما نستقبلكم لانه انتم منطقتكم مو زينه. يعني واحدهم عمره 12 سنه وهو ما مسجل حتى بالاول ابتدائي، وصحيح حبيبي؟ شنو كم مره رحتوا المدارس وما استقبلوكم؟ وانتي جد عمرك هسه؟ 12. عمرها 12 سنه وما مسجله بالمدارس. لعد احنا جد واصلين مرحله بالانحطاط وكل المجتمع. قبل ما على